سورة طه آية 128. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم، أي للذين كفروا بدعوة نبينا من العرب قريش ومن كان حولهم من القبائل، كم أهلكنا قبلهم من القرون أي الأمم السابقة يمشون في مساكنهم، كانوا في رحلاتهم يمر على قوم عاد وعلى قوم ثمود وعلى قرى لوط، وكانوا يروا آثار هذه القرون الخالية وكيف هلكت وبادت بسبب كفرهم بالله. يمشون في مساكنهم أي يمرون عليها في سفرهم وترحالهم. إن في ذلك لآيات، يعني براهين واضحة على فعل الله بمن عصاه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية وهو العقل، لأنه ينهى الإنسان أن يفعل ما لا يليق، فالعقل يسمى نهية لأنه ينهي عن فعل ما لا يليق. تفضل يا سيدي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك، اللي هي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأن الله لا يعجل العذاب ويغلق باب التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها أو ببلوغ الروح إلى الحلقوم، فهذه ما سبق من تأجيل الأمر. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، لكان يعني يلزم تعجيل العذاب، لكان لزاما وأجل مسمى معطوف على كلمة، يعني كأنه ولولا كلمة وأجل مسمى، يبقى أجل مسمى هنا إيه؟ معطوفة على كلمة مش معطوفة على لزامة. صح ها؟ يعني كأن الآية ولولا أجل مسمى وكلمة سبقت من ربك لكان لزامة، فاهم؟ أو تقول لولا كلمة سبقت من ربك لكان وأجل مسمى لكان لزاما، أي العذاب، فهمت بقى؟ لكن ساعات يبقى في تقديم وتأخير لأسباب بلاغية، ليه؟ لحتى يزداد وقع الجملة على نفس الإنسان، يوم يعجل بذكر ما فيه الخوف. اللزام ده فيه الخوف وهو ظهور العذاب بسرعة، في حين ان هي المفروض تيجي في اخر الكلمه من حيث ترتيب الجمله، لكن ايه ترتيب الجمله احيانا يحصل فيه تقديم وتاخير لتاثير الكلام على النفس ولبيان المهم فالاهم. يبقى ولولا كلمه سبقت من ربك، وهي ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وان الله اجل القيامه واجل التوبة حتى تصل الروح إلى الحلقوم وحتى تطلع الشمس لمغربها. كل دي كلمات سبقت من الله للتأجيل حتى لا يعجل. لكان لزاما يعني إيه؟ يعني ملزما لهم العذاب، يلزمهم العذاب. لزاما يعني يلزمهم العذاب في الحال. وأجل مسمى يعني وقت معلوم. تفضل يا سيدي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم. فاصبر على ما يقولون، هذا إيه؟ تطيبا لخاطر نبينا، لأن خاطره عند الله عظيم، جنابه عظيم فيصبره،
فقال فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر أو شاعر أو مجنون أو كذاب، كل ده قالوا كل ده، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، يعني صلي، سبح هنا بمعنى صلي، وسبح بحمد ربك حتى نقول سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، مش كده برضو؟ يبقى ايه؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اللي هو صلاة الصبح، وقبل غروبها اللي هو صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح، آناء الليل اللي هو المغرب والعشاء، وأطراف النهار اللي هو صلاة الظهر. يبقى كأن جاب لك الخمس فرائض اهو. لعلك ترضى، لعلك ترضى، قراءة الكسائي وشعبة لعلك ترضى، والقراءة الثانية ترضى عند الباقي. آناء الليل، آناء جمع ايه؟ جمع أني أو جمع إني، أني وإني ده مفردها، يبقى آناء، وهو الحين، وهو الساعة أو اللحظة من الزمن. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، ويدخل في أذكار الصباح والمساء وذكر الله مطلقا يدخل فيها أيضا. يلا يا سيدي. لا انت بتتلكع لي منهم زهر، لا ما تقعش، ما تتلكعش، يعني كل وقف وكل حركة لها زمنها في القراءة، فهمت ازاي؟ انت كده ماشي بتتلكع زي واحد ماشي بيزق، لا انا عايزك تقرأ كده ماشي حلو كده، فهمت يا استاذ؟ تاني اقرأ حلو كويس. أيوة. ورزق ربك خير وأبقى. نعم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، كده آية في العد المدني، كده آية لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى آية تانية. يبقى الآية اللي فاتت دي آيتين في العد المدني. ولا تمدن، الكلام موجه للنبي ومن خلاله لأمته صلى الله عليه وسلم، لا تمدن عينيك يعني لا تستشرف زينة الدنيا، يعني مش مد العين أشد من مطلق النظر، لأن مطلق النظر قد يأتي عابرا، إنما مد العين يعني إرادتك أن تستشرف الأشياء، يعني لا تستشرف هذه الأشياء ولا تطلبها ولا تغتر بها. ولا تمدن يعني كان ممكن يقول له ولا تنظر وخلاص، لا، ما هو النظر قد ياتي عفوي، يعني انا ممكن ابقى باصص لك كده وعيني شايفه حاجه تانية كده مش قاصد ان انا ابص لها، لكن قد فالنظر اعم من المد، المد دي فيها الاراده وفيها القصد، فهمت ازاي؟ وفيها التشوف، فهي تدل على المعنى بصوره اقوى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أنواعا، أصناف من المتع، أزواج هنا بمعنى أنواع مش بمعنى زوجات ستات يعني، ها؟ يبقى أزواجا هنا فيه أزواج، أزواج يعني أنواع، يعني أنواع المتع بقى كلها، سواء كانت في سورة ثياب، في سورة سكن، في سورة أموال، في سورة ضياع، في سورة مقتنيات، كل ده انواع بقى، انواع الزينه التي لا تنتهي، في سوره نساء واولاد وذريه ومناصب، كل دي انواع من ايه؟ من المتع، فهمت؟ يبقى ازواجا هنا بمعنى انواعا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. طب وهو النبي نهي للنبي فكان يعني يمد عينه فنزلت الآية تنهى،
النبي لم ينظر اصلا، ده عرضت عليه الدنيا اباها، عرض عليه جبال مكه ذهب اباها. يبقى اذا نهى المنهي معناه استمر على ما انت عليه. فهمت بقى ازاي؟ يعني لما تكون انت منتهي عن شيء وبعدين انهاك وانت منتهي عن الشيء معناه ايه؟ استمر على ما انت عليه. يبقى الكلام للنبي معناه ايه؟ بيبين لك حال النبي، ان كان النبي هذا هو حاله، فحاول ان تكون على مثله في عدم النظر الى زينه الدنيا. فهمت ازاي؟ والمقصود بالنظر هنا نظر القلب وتعلق القلب. يبقى عينيك هنا مش المقصود بها عينك البشريه، لا ده عين القلب، لان العبره بالقلب الا يتعلق بالدنيا. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا اصنافا وانواعا منهم زهره الحياه الدنيا. كل دي وسباها، شوف زينه الدنيا سماها زهره، والزهره سريعا ما ايه؟ تذبل، لا بقاء لها. الزهور كده، الزهور تلاقيها ينعى كده يوم اتنين تلاتة وبعد كده زبل وارميها وكنسها، هي الدنيا كده. فشوف التشبيه الجميل للحقائق، زهرة الحياة الدنيا. الغرض من زهرة الدنيا ايه؟ لنفتنهم فيه، اي نختبرهم، نختبرهم به. فيه هنا بمعنى به. طب وليه قال ما قالش به؟ قال فيه ليضمن معنى، اي نختبرهم به حيث يعيشوا فيه. فهمت بقى؟ يوم يضمن جمله، هي اصلا يفتنهم به، لا لنفتنهم فيه حيث يعيشون فيه فيفتنوا به. فهمت؟ يبقى لما يجي يغير لك حرف ايه الاداه بتاعت التعدي تقوم ايه، او حرف الجر، معناه في تضمين جملة جديدة، تضمين جملة جديدة، يسموه التضمين في علم البيان والبلاغة. لنفتنهم فيه حيث أنهم منهمكون فيه ومفتونون به. شفت ادالك المعنى الانهماك بكلمة فيه، لكن لو قال به ما فيش معنى الانهماك والانشغال. ترجم للقرآن ما ينفعش، ما تعرفش الترجمة، اقراها كده واعرف العربي تفهم كلام ربك. فهمت بقى؟ عشان كده لابد تتعلم العربي. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك أي إيه؟ الآخرة خير وأبقى، الجنة خير وأبقى، ما عند الله باق وما عندكم إيه؟ فان ولا يبقى. تفضل يا سيدي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني استمر عليها. لا نسألك رزقا، يعني لا تظن أن عبادتك وتوجهك إلى الله لاحتياج الله لعباده، بل هو الرزاق الغني سبحانه، بل هذا لمصلحة العباد وليس لمصلحة المعبود. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هو الغني سبحانه. والعاقبة للتقوى، العاقبة يعني ايه؟ ما يؤول به الأمر في النهاية، يبقى عاقبة الشيء نهاية الأمر. والعاقبة للتقوى يعني ايه؟ النهاية السعيدة والتي فيها الراحة والرضا تكون لأهل التقوى. تفضل يا سيدي. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. نعم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، والآيات عليهم تترى ويقول لك يأتينا بآية، عميان. الآيات تترى ويقول لك يأتينا بآية، وجالكم بآية واحدة، ده بآيات لا تعد ولا تحصى. ولكن بالرغم من كده العنت وعمى البصيرة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ يعني يكفيهم آيات أن الله جاءهم ببينة ما في الصحف الأولى على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، والصحف الأولى بغير لغته،
فيأتيك بخبرها. ألم يكفك بهذه آية؟ هذا الأمي الذي يأتي بأخبار العوالم كلها، القديم والجديد والمستقبل، ويخبر بأخبار أمم كانت لا تتكلم بلغته، وفي عصر غير عصره، وفي بلد غير بلده، وهو لم يسافر إليها. من أين عرف ذلك كله إلا أن يكون من الله؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فهم؟ لكن عمل بصير. أولم، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة. طبعا رويس عن يعقوب حيقول أولم تأتهم، أولم تأتهم، ده رويس عن يعقوب. المكي والشامي وشعبة والأصحاب اللي هو حمزة وكساء وخلف وابن وردان يقولوا أولم يأتهم بالياء، أولم يأتهم. المكي والشامي وشعبة والأصحاب، يعني الكوفيون ما عدا حفص وابن وردان عن أبو جعفر. ما هو أبو جعفر له رويان، ابن جماز وابن وردان. أبو جعفر المدني ليه رويان، ابن جماز وابن وردان. كويس، تفضل يا سيد. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم، ولو أن أهلكناهم هؤلاء العرب الأجلاف الذين لا يعرفوا شيء، ثم بعد ذلك عندما كرمناهم وأرسلناك فيهم يكذبوك، فهمت ازاي؟ ولو أن أهلكناهم قبل أن نرسلك إليهم كان لهم حجة علينا، يقول لو أرسلت إلينا رسولا لكنا أهدى من ذلك، أنت أخذتنا بغير حجة، فهمت؟ يبقى لهم حجة على الله. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل هذا النبي، من قبل إرسال هذا النبي، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى إرسال الأنبياء والرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يقولوا لو فعلت كذا كنا فعلنا كذا وكذا، أو احنا فعلنا، وروني عملتوا إيه. أرسلنا إليكم وبينا لكم وأعطيناكم الفرصة تلو الفرصة، بل سنوات طويلة من العمر تفكر وتأخذ، ثم بعد ذلك تختار، فأنت مسؤول عما تختار. يبقى كانت إرسال الرسل لإقامة الحجة، ولا عذاب بغير رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تفضل يا سيدي. كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل كل متربص، يعني الكل منتظر، حزب الإيمان وحزب الكفر، الكل منتظر وعد الله فيه. كل متربص، الرسل وأتباعهم والكفار وأتباعهم. قل كل متربص فتربصوا، أي انظروا وانتظروا. وهذا أمر تهديد، أمر إيه؟ تهديد، مش أمر يقول لهم طب خليكم على ما أنتم عليه، اصبروا بقى على ما أنتم عليه من الكفر، بيأمرهم والأمر للوجوب. لا يا سيدي، قد يكون الأمر للتهديد، زي ما يقول لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، فهمت إزاي؟ أما يقول لهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يبقى معناه بيهددهم، يعني كأنه بيقول لهم ما تعملوا، لا تعملوا ما شئتم. يبقى أحيانا يأتي الأمر والغرض منه التهديد والزجر، زي هنا قل كل متربص فتربصوا، فتربصوا الأمر هنا للتهديد والزجر عشان يلحقوا نفسه. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الصراط السوي هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله على وفق منهج الرسل، هو ده الصراط المستقيم، معرفة الله على وفق منهج الرسل وعبادته. ومن اهتدى، طبعا قنبل ورويس هيقولوا ايه؟ هيقولوا الصراط، الصراط بالسين، أصحاب الصراط المستقيم. ده مين؟ قنبل
عن ابن كثير المكي، ورويس عن يعقوب الحضرمي، هم دول يقولوا ايه السيرات بالسين. لكن خلف عن حمزة، ما هو خلف قارئ لوحده له راويان، وايضا هو راوي حمزة، فهمت بقى؟ فخلف عن حمزة يشمها زايا، يقول الصراط المستقيم، يشمها ايه زايا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.